الحقيقة كل الكائنات سوف تموت، الله تعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن ماذا عن الشمس؟ الشمس أيضا ستموت، ولكن موتها سيكون بطريقة عجيبة. تأملوا معي ما صوره علماء وكالة ناسا مؤخرا، صورة لسديم أسكيمو والذي يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. نلاحظ فيها نجما في نهاية حياته. الغازات المحترقة المنطلقة من هذا النجم تلتف حوله وتتكور كما نلف العمامة حول نفسها، سبحان الله. هذا النجم أيها الأحبة، يقول العلماء إنه شبيه بشمسنا، يشبه الشمس. ويقولون إن الشمس أيضا ستموت وفق هذه الآلية، لن تنفجر ولن يعني تتحول إلى ثقب أسود أو إلى نجم نيوتروني، بل ستتكور على نفسها وتلتف ويخبو ضوءها. الله تعالى أنبأ بذلك في قوله عز وجل: إذا الشمس كورت. سبحان الله، إذا الشمس كورت. ما معنى كورت؟ العرب تقول: كور العمامة، أي لفها. يعني كورت من تكوير الشيء، أي لفه بعضه على بعض. ويقولون أيضا في معنى كورت أي ذهب ضوءها، سبحان الله. ونحن المشهد الذي رأيناه في هذا النجم، موت النجم هذا، يشبه موت الشمس. فمن أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشمس في نهاية الزمان أو في نهاية عمرها ستلتف حول نفسها ثم يخبو ضوءها؟ إنه الله تعالى الذي قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.